الباكاج على السريع وانا بحطه جوا. زين بسرعة خلصنا الباب بسرعة. افتح لي الباكاج على السريع. افتح الباكاج. افتح يا زلمه مو مفتوح. مفتوح. لك هات المفتاح يا زلمه ما مفتاح. يا باشا تاخذ شيء تاخذ لك. ما مفتاح يا زلمه شباب. الصوت. يا الله ما مفتاح شو بدنا نعمل؟ خلاص فات 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 خلينا نروح شو بصير بسرعه. يلا بدي اروح بس. شلونك عبد الله؟ تمام. شلونك شلون صحتك؟ لك الباكاج عندي معصلج بس ضبط لي اياه بعد اذنك يا زلمه. ما بفتح. ما بفتح. ليش؟ والله سكر. افتح لي من قدام شوف. افتح لي افتح لي الباكاج. والله ما بفتح. ليش؟ كبسته؟ والله ما بفتح ما فتح. والله خلصني ابوس روحه خليني اروح امشي والله. طيب ما بفتح انا شغيله كلها ما هون. طيب خلص عبد اياها انا المسألة اللي اشتغل لك فيها طول. لا يستر على عرضك هلا قد ايه بدي اياها الشغيله من هون. عبد الله يستر على عرضك هلا بدي اياها ضروري. خلص بدي اقول لك بصراحه بس ابوس ايدك لا تقول لحدا خليها بيناتنا يا عبد الله. احكي خير ايش في؟ عبد الله الباكاج فيه ولد خلينا نفتحه قبل ما يموت الولد. الله لا يوفقك هذا طلعت في الباكاج. ابو سيدك ساعدني مالي غيرك يا عبد الله. هلا بفرجيك يا واطي اذا ما بسلمك للشرطه. لك شو بدك سوي؟ شو بدك اعمل؟ بس خلينا نطلع الولد من جوا ما يموت. استر عرضك يا عبد الله حل لي اياها ابوس روحك. خلينا نحل قبل ما يموت الولد. استر عرضك يا زلمه يلا بموت جوا. ما بفتح. طيب وعليكم السلام. سمعت قصه موت يا اخواتي. شو الموضوع؟ الله يسر يا شيخ. ما في شيء ما في شيء. احكوا لي لا تخجلوا مني، انا اخوكم في الله باذن الله. رح ساعدكم رح اخدمكم. تفضل احكي لي لا تخاف. والله يا اخي نحن كنا ماشيين في الطريق لقيت ولد وخطفته وحطيته بالسياره. جيت لافتح الباكاج ما بينفتح. استغفر الله العظيم. استغفر الله. الله, الله يهديك بس. يا ابني الله يهديك. الله يهديك. والله كانت غلطه يا شيخي. بتحط ولد بالباكاج الله يموت بعد اخي بعد بعد. الله يصلحك بس. خلص عيفوني انا حالي بشتغل. جبت لعند ميكانيكي وما فتح. ما راح يفتح يا ابن الحلال. استغفر الله العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ايش عم تسوي؟ والله ما بعرف يا عبد الله. انفتح معجب؟ والله فتح فتح. فتح طايح فتح طايح. فيك شيء؟ عمو انت شو كنت عم تعمل جوا؟ عم بقرا قرآن. عم تقرا قرآن؟ برافو عليك يا عمو. طب انت ما خفت جوا عتبه جوا ما خفت؟ انت معك الله ما بتخاف؟ برافو عليك عمو برافو عليك. احنا ممكن اسالك سؤال؟ تفضل اسال. انت شو عرفك انه راح ينفتح هيك معك؟ يا اخي ما في شيء بصعب على الله. ما في شيء صعب. كله بالقران بصير. يا شيخي نحن ضلينا عم نحاول ونفتحه سأل الشاب كمان لبين ما فتح معنا أبدا. استغفر الله يا ابن الحلال. أنا شو قلت لك ربنا ما في شيء صعب عليه. أنا كل اللي عملته قريت قرآن بفضل الله وفتح. أنا ماني ساحر لا ربنا هو اللي فتح باب الباكاج. الطفل كان قاعد جوا عم بقرأ قرآن الله حماه قرأ آية الكرسي حتى الله حماه هيك. عرفت ليش ما فتح؟ لأن الملائكة بدها تحفظه. هذا كله أضواء إلهية. أنت جاي تخطف طفل وربنا عم يحميه. لا إله إلا الله العظيم كل زلمة عظيم. لا إله إلا الله. تعال سلمك للشرطة أنت يا حلوة. عيفو أخي عيفو. ما بصير برد؟ عيفو دعيا.
اخي توعدني انك ما تعيد هذا الشيء، انك تصلي وتصوم تؤمن بالله. يا شيخي يا شيخ يا شيخ، هذا الله عمله برجع بعيده مره ثانيه، ربنا راح يعاقبه، برجع بعيده ربنا راح يعاقبه، مو انت ولا انا. الله يهديك ويصلحك، الله يهديك ويصلحك. الله يعطيك العافيه يا شيخ. تعال عمو، تعال تعال اخذك على البيت. عمو ضل اقرا قران انت ماشي. أعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.